معنى أن السيد الصدر حينما عجز وفتح بابه وجاء إلى بغداد وحاور الإطاريون بكل وسيلة، لكنهم لم يأتوا له كما هو أراد بوفق على ضوء حكومة الأغلبية الوطنية التي سار بها وأوصلها إلى مراحل نضجت، يعني إلى مراحل متقدمة. لذلك فالرغبة من الإطار، وهناك رغبة داخل الإطار، داخل فعاليات الإطار من بعضهم أنهم يريدوا أن يشاركوا بالحكومة، ولكنهم سيبقوا هكذا لغاية يوم 6 أو قد لغاية صباح يوم 7، وستكون لهم هناك موقفا آخر. هكذا أقرأ المشهد، لأنه عملية إصرار الإطار على المشاركة في الحكومة هذه إصرار يعني غريب الأطوار، بشكل نستطيع أن نقول بشكل لم يشهد له الساحة العراقية، الإصرار على المشاركة في الحكومة في حين ديمقراطيات العالم ليس له مثيل، نصف زائد هي الحكومة. أي ليس له، نعم ليس له مثيل مطلقا. أقول هذا بصراحة، حتى الجمهور بدأ ينظر لماذا هذا الإصرار من قبل الإطار، وبتقدير أن الحكومة الحقيقية هي البرلمان، بإمكان الإطاريون أن يدخلوا بالبرلمان ويراقب الحكومة ويستجوب أي مسؤول فاشل أو فاسد ممكن أن يتم اختياره من التيار الصدري أو من غيره، وبالتالي تكون قوتهم أكثر فعالية من مشاركتهم بالحكومة. بالعكس، مشاركتهم في الحكومة هو ربما يعطي صورة سلبية لنا. أنا أقول لماذا هذا الإصرار ربما يؤدي إلى حقيقة أخرى. هذا السؤال